كما التقى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لبحث عدد من الملفات المهمة. وفي اجتماع آخر التقى رئيس الوزراء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي كانت قد وافقت عليه الحكومة الأسبوع الماضي وأرسلته لمجلس النواب. كما تابع رئيس الوزراء مع وزير الإنتاج الحربي عددا من الملفات، والتقى أيضا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث بحثا عددا من ملفات المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها.